دايما عندك اصرار، دايما ما تقبلش غير بالفوز، وهي دي الحقيقه الوحيده الموجوده داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. بنشكر مستر كارتيرون. كان في زياره طبعا مهمه للكابتن محمود الخطيب يوم الخميس اللي فات، اجتماع مجلس اداره في النادي الاهلي في مدينه نصر، وكابتن محمود الخطيب حرص يوم اجتماع مجلس اداره انه يزور قطاع الناشئين وانه يلتقي بلاعيبه فريق الشباب، ودي رساله مهمة جدا من الكابتن محمود الخطيب، نجم كبير واسطورة زي الكابتن محمود الخطيب، انه يجتمع مع اللعيبة، انه يتكلم معاهم، ده اكيد بينعكس بالايجاب على اللعيبة، بيديهم حماس كبير، دايما بتديهم روح ايجابية، وزي ما احنا شايفين واقف مع اللعيبة دلوقتي بسلم عليهم وبيتكلم معاهم، فده شيء مهم من نجم، خاصة من نجم كبير، وخاصة كمان الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، فدي رسالة مهمة جدا. ومن السياسة الناجحة اللي رسمتها لجنة الكرة السنة دي ان اصبح فريق 97 شباب الاهلي تابع للدرجة الاولى، دي من افضل القرارات.